ألو الو، ألو، تفضلي اخت مريم، نعم، تفضلي اخت مريم، المايك السلام والشاي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس حاب أحكي لك عن التنفيذ القضائي. ماله التنفيذ القضائي؟ يا سيدي، كل إنسان فينا يعني معرض للغلط، ممكن يكتب شك، يكتب كمبيالة، ما فيش حدا معصوم. نعم. وقفني 10 أيام عشان رسوم تنفيذ قضية إسقاط حق دينار وعشر قروش. 10 أيام على دينار وعشر قروش؟ نعم، غير هيك كان علي شك في قربت ودفعت قيمته وخلص، طلعوا لي بغرامة الشك. إذا قيمة الشك 90 دينار، طب أنا ليش أدفع غرامة الشك 90 دينار ما دام دفعته؟ والله لازم يكون في قانون. يعني كل هاي الإيرادات والأموال من تنفيذ قضائي، من محاكم، من قضايا، من جمارك، من إلى آخره، وين بتروح يا أخي؟ وين معلش بتروح معلش جد؟ معلش، مشان اسمعك انا والمشاهد يسمعك اخت مريم واللي بتابعنا يسمعك، انت كان عليك شك نعم، ولا كان عليك يعني بقايا مبلغ دينار وعشر قروش؟ دينار وعشر قروش وقفوني عشانهن 10 أيام. مين اللي وقفك؟ تنفيذ قضائي عمان. على دينار وعشر قروش نعم ودخلت السجن؟ نعم وتعاملت بعيد عنك أسوأ معاملة داخل السجن. بنت مغربية محكومة إعدام، متحكمة بالمهاجع وبالشرطيات، حتى بمديرة السجن متحكمة، الكلمة كلمتها والرأي رأيها. اي سجن هذا؟ سجن النساء جويدة. اها طيب، وعشر ايام على دينار وعشرة قروش؟ نعم، الله اكبر. اي والله لو اني انا مدير التنفيذ القضائي لاتفحن عنك واريح، لانه ال10 ايام هذولا اكلت فيهن وشربت فيهن ونمت فيهن ومواصلات ونقلات وعالم ودنيا، كلفت حوالي بكل يوم 37 دينار، 10 كلفن 370 دينار. يعني هل معقول يا وزارة العدل يا إدارة التنفيذ القضائي، هل معقول يتم توقيف ست أو وحدة أو شخص أو مواطن على دينار وعشرة قروش؟ صح، يعني في قوانين أحيانا بتقول مذكرة جلب من القاضي من المدعي العام، بس يا أخوان وصلنا لمرحلة الآن يعني مش معقول، يعني حتى على الحدود بوقفوه بتلاقيه على 100 دينار. هل بتقول لك دينار وعشرة قروش أخت مريم؟ دينار وعشرة قروش يعني دينار أردني وعشرة قروش، 10 قروش أردني؟ نعم، رسوم إسقاط قضية. طيب على كل، اخت مريم تخليكي معنا على الهواء، احنا راح يعني ناخذ تليفونك ونسجله عندنا، لانه احنا موضوعنا اليوم على العنف المدرسي، لكن بوعدك وبوعد السادة المشاهدين نخصص حلقة خاصة عن موضوع اللي هي طلبات التنفيذ القضائي وعلى